مسلسلنا بيبدأ بأنهم بيحقنوا مستنقع كامل بمادة غريبة وبتعمل طفرة من نوع خاص وبتصحي قوة مظلمة، وبتصابي الكائن كده اللي الطفرة دي بمرض الطاعون، وبيحاول واحد من العلماء أنه يوقفه، وللأسف بيقتل العالم في الآخر. وفي الوقت ده بنشوف أن العالم كله متأثر بالمواد الكيميائية والقوة الطبيعية الخارقة، وبيحول كل ده لكائن حي وبنعرف أنه مخلوق نباتي مرعب. وبعدها بترجع أبي للمكان اللي حصلت فيه الحادثة، وبتحاول هي والشرطة يكتشفوا إيه اللي حصل بالظبط، وبيفتشوا الغابة كلها والمية كمان، ومحدش منهم بيلاقي أي أثر لجثة العالم. وبتيجي المأمورة وهي برضو تبقى مامة الضابط كيل، وبتشوف إن اللي حصل ده مجرد حادثة وإنهم مش لازم يكبروا الموضوع، وبتضايق أبي جدا من كلامها، وبتحس إنها مش بتفكر غير في نفسها، وبتقول إن العالم ده كان بيعمل أنشطة مش قانونية وأكيد في سبب كبير ورا اختفائه، وبتقول لهم يعني إن في وحش خطير جدا في المستنقع ده ومش لازم يستخفوا بيه. وبتشوف المأمورة إن دي خيالات في دماغها وملهاش أي أساس في الحقيقة. وفي الوقت ده في المستنقع بيتحول العالم لوحش ضخم ومرعب، وبعدها بتفوق بنت مريضة كده في المستشفى وبتحس بطريقة معينة بالوحش، وكأنه يعني بينهم ارتباط غامض ومش واضح. وبنشوف إن الوحش في المستنقع وبيسحب النباتات اللي حواليه، وبيكون خايف جدا ومرعوب من شكله الجديد، وبلاقي إن جسمه كله بقى عبارة عن شكل نبات غريب. وبتحس الطفلة الصغيرة بنفس اللي هو حاسس بيه، وبتحس عندها كده في نوبة هلع بتحصل، وبيعمل العالم صوت عالي جدا وبيصرخ من كتر الألم والندب اللي حاسس بيه. وتاني يوم الصبح بتبدأ البنت تتكلم بطريقة غريبة، وبتقول إن في راجل اتولد في مكان مرعب وبيحاول يأذيها، وإنها بتتعذب بسببه طول الوقت، وبيشوف الدكتور إن ده مجرد كابوس وبيطلب منها تستريح خالص. وفجأة بتظهر رياح قوية جدا بره، وبتحس البنت بحاجة غريبة، وفي الوقت ده بتقوم يعني أبي من النوم على الكابوس، وبتكون خايفة جدا، ودايما بتشوف صاحبتها الميتة في شكل مرعب، وبتقول لها إنها لازم تنتقم، وبتترعب أبي لأن الحلم ده بتشوفه طول الوقت، وبتهدى لما بتتأكد إن ده مجرد حلم يعني مش أكتر، وبتصل بيها حد وبيقول لها فجأة إن المدينة كلها اختفت بطريقة غريبة، وبتفضل حالة البنت الصغيرة دي زي ما هي. وبنعرف إن أبي عايشة في بيت ليز، وبتحاول تتأقلم على الحياة معاها على قد ما تقدر، وبتتكلم معاها عن العالم اللي اختفى، وبتحاول تفكر يا ترى إيه اللي حصل له بالظبط. وبتشوف ليز إن في حاجة غامضة في الموضوع وإن أكيد في حد عمل فيه حاجة، وبتزعل أبي إن الشرطة قفلت القضية ومحدش منهم مهتم خالص، وبتقرر تروح تتكلم مع رئيس البلدية، وبتشوف إنها لازم تطلب منه المساعدة يمكن يوافق. وبتحاول ليز تقنعها تبعد عن أم الحوارات دي خالص عشان خطر عليها وعلى حياتها، وبتصمم أبي على موقفها، وبتخرج بسرعة وبتوصل لبيت تيلر مرات رئيس البلدية، وبترحب بيها جدا وبتعرض عليها تدخل عشان يتكلموا براحتهم. وبتشوف صورة صاحبتها جوه، وبنعرف إن تيلر تبقى مامتها، وبتفتكر أبي ذكرياتهم مع بعض كلها. وبيخرج العمدة عشان يتكلم معاها، وبيتعامل معاها كأنها بنته بالظبط، وباين إن هو بيحبها جدا، وبيعتذر لها لأنه بقاله فترة مش بيسأل عليها ومقصر معاها، وبيقول لها إن هو مر فترة وحشة جدا هو وتيلر من ساعة ما بنتهم ماتت، وبيلوم نفسه كده عشان سابها تتحمل كل الحزن ده لوحدها وما كانش معاها. وتتأثر أبي بكلامه جدا وبتضل تعيط، وبتشكره إن هو لسه بيحبها زي الأول، وبتبدأ تتكلم معاه في الموضوع بتاعها، وبتقوله إنها شايفة إن العالم اللي كان بيعمل أبحاث في المستنقع ممكن يكون قدر يوصل لحل عشان الوباء المنتشر في البلد، وبتطلب منه إن هو يسمح لها إنها تحقق في الموضوع ده ويساعدها. وتشوف إنهم لو فضلوا يعني ساكتين البلد كلها هتتصاب ومحدش هيقدر يسيطر على الوضع. وبرفض العمدة طلبها وبيضغط عليها عشان تبعد عن الموضوع ده، وبيقول لها إنه مش حابب تعرض حياتها للخطر وإن الحكومة هتتصرف. وبعدها بتروح تيلر لبيت ساحرة معروفة، وبتعرف إنها تقدر تشوف يعني قدر كل واحد، الكفر ده ولاد الكفرة، وهيحصل إيه في المستقبل بتاعه. وبتوافق الساحرة الكفرة دي إنها تعمل لها جلسة تحضير أرواح عشان تقدر تتواصل مع بنتها. وبتترعب الساحرة وهي بتعمل الجلسة، وبتصرخ في وش تيلر، وفجأة تيلر حد بيرميها لبعيد وبتكسر الباب كله. ولما بتفوق الساحرة بتقول لها إن في قوة مظلمة وغريبة فائت وهتقضي عليهم كلهم، وبتنصح تيلر تبعد عن الهوس ده خالص وتنسى بنتها لأن في حاجة مش طبيعية خالص وهتدمرها لو حاولت يعني تقرب منها. وبتقول لها إنها لازم تسمع لبنتها بالراحة وسلام، وبتشوف إن قوة الظلام دي ممكن تستغل إنها عايزة توصل لبنتها وتوديها لمكان مستحيل ترجع منه. وفي الوقت ده بيوصل هارون وصديق أبي لأوضة البنت، وبيكتشف إنها هربت من الشباك، وبتروح أبي لمحل عشان تأجر مقاطع فيديو، وبنعرف إن دي حيلة هي عملاها لأن العالم
كان دايما بيزور المكان ده وبتحاول توصل لأي معلومة تفيدهم. وبعرض عليها الراجل يعني كل الأفلام الموجودة وبيطلب منهم ينقوا اللي هم عايزينه، وبتصدم لما بيعرفوا ان الشرطة جت قبلهم واخدت الفيديو اللي هي كانت عايزاه. وبيقولهم الراجل ان العالم جه من فترة واستخدم المعدات بتاعة المحل، وبيفكر ان ممكن يكون في شوية تسجيلات للمستنقع على الكمبيوتر بتاعه، وبيعرض عليهم يطلعوا يعني ويتفرجوا براحتهم. وبتقدر ابي توصل للسجلات وبتشوف العالم وهو بيتكلم فيها، وبتشوف قد ايه هو متحمس التجربة بتاعته ومستعد يعمل اي حاجة عشان يلاقي علاج للمرض، وبتزعل عليه جدا. وفي الوقت ده بيبعت لها هارون رسالة وبتعرف ان البنت هربت، ويوصل دكتور ومعاه المساعدة بتاعته لبيت العمدة، وبنعرف انهم العلماء المشهورين في البلد وعملوا انجازات كتير جدا في البلد. وبتحاول وود تقنع الدكتور ان هو يتكلم مع العمدة كويس، يمكن يلاقوا اي حد يمول البحث بتاعهم ويقدروا يكملوا. وبياخد باله ساعتها ان في شجرة مريضة ومحتاجة عناية لانها خلاص بتموت، وبيسقيها كده بمية وسكر بسرعة عشان ينقذها، وبينصح العامل بكام حاجة كده عشان يقدر يهتم بالزرع. ولما بيشوفوا العمدة بيتكلم معاه بغضب لانه السبب الاول ان هو يحصل المستنقع ده، وبيلومه على كل اللي عمله، وبيقولوا ان الاتفاق اللي بينهم كان بس ان هو يحاول يعزز التربة بتاعت الزرع عشان ينمو بسرعة، وكمان يقدر يصلح مية المستنقع عشان يروي بيها الاراضي اللي حواليه ويستفيدوا منه. وبيشوف ان هو ما عملش اي حاجة الوباء المنتشر ده ومش قادر يلاقي اي علاج لحد دلوقتي، وبيفضل العمدة يلومه فيه وبيضغط عليه جدا في الكلام، وبيأمره يفضل في البلد ويحل المشكلة دي بأي طريقة، وبرفض ان هو يديه اي تمويل اضافي. وبتوصل قابل المستشفى وبتتكلم مع ضابط المسؤول وبتلومه ان بنت صغيرة هربت من المستشفى ومحدش قدر يهتم بيها، وبتشوف ان ده خطر جدا وكبير قوي عليهم لانها ممكن تعدي ناس كتير. وفجأة بيجيله اخبار عن مكان بيشكوا ان البنت فيه، وبيجروا بسرعة الموقع وبيلاقوا الاسورة بتاعتها في الارض، وبيشك انها ممكن تكون دخلت المستنقع. وبتعرف ابي ان ده نفس المكان اللي باباها مات فيه، وبتخاف ابي جدا عليها، وبتطلب منهم يفتشوا المكان كويس جدا، ومحدش منهم بياخد باله انها مستخبية في قارب، وبياخد ضابط القارب ويمشي بيه في المستنقع عشان يدور عليها، وما بياخدش الموضوع جد خالص، وبياكل وبيستهتر بكلام المدير بتاعه، وبياخد باله من القارب مركون كده وبان ان هو محجور، وبيعمل اشارة لباقي الفريق بالضوء، وبيدخل هو عشان يفتش الصناديق اللي في القارب لحد زي ما زمايله يعني كده يوصلوا. وفجأة بيدخل سهم في راس الضابط ومبيقدرش يصرخ حتى من الألم، وبتظهر العصابة وبيقرروا يخبوا الجثة بتاعته عشان ما بقاش فيه أي دليل ضدهم. وبتشوف البنت الصغيرة كل ده يعني اللي حصل ده، وبتحاول تمسك نفسها عشان محدش ياخد باله منها. وفي الوقت ده بتوصل أبي لعمق المستنقع مع الشرطة، وبيستغل الضابط كايل الفرصة دي وبيعبر عن مشاعره ليها، وبيقولها إن هو بيحبها وعايز يخطبها، مش وقت حضرتك خالص بصراحة. وبتقول له أبي إن ده مش وقته بالظبط كده، وإنها يعني مش قادرة تفكر في أي حاجة غير بنتها، وبتطلب منه يأجله الكلام في الموضوع ده، يعني خلي عند أمك إحساس. وبيقعد الوحش في الوقت ده في مخبأ سري كده وبيشم ريحة الدم البشري بتقرب منه، وبيستعد العصابة عشان يرموا الجثة في البحر. وبتقرب البنت الصغيرة من القارب وبتعمل صوت والعصابة بتسمعها، وبتستخبى بسرعة منهم في الغابة، وبيجروا وراها بسرعة عشان يمسكوها عشان ما يبقاش في أي دليل ضدهم. وبيحاول الوحش يتحرك بجسمه ويتعود عليه لأنه تقيل جدا. وبتشوف أبي إن قارب الضابط فاضي، وبتشوف واحد مقتول ومرمي فيه، وبيشوف كايل حد بيتحرك في الغابة وبيقرر يروح وراهم لوحده. وبتستخبى البنت الصغيرة في بيت مهجور، وبتحاول تخبي نفسها من العصابة، وبتسمع صوت كده حد بيقرب عليها، وبتفضل كده تصرخ وبتنادي على أبي، وبيأمرها كايل تفضل مكانها لأنه بيخاف عليها. وبيشوفوا العصابة كده وبيحاولوا يستخبوا منه، وبيلاقوا نفسهم في طريق مسدود في الآخر، وبيقرروا يقتلوا البنت ويهربوا. وفجأة بيهجم عليهم الوحش من ورا، وبتصدموا من شكله المرعب وبيحاولوا يهربوا منه بأي طريقة. وللأسف الوحش بيقتل واحد منهم بكل سهولة وبيهرب بسرعة لأنه بيتصاب، وبيلاقي ان الجرح بتاعه بيخف بسرعة وبيختفي بسبب النباتات اللي حواليه، وبيعرف ان دي طبيعة جسمه الجديدة، وبيعمل صوت عالي جدا بسبب الألم اللي حس بيه، وبيقرر ينتقم كده من باقي العصابة وينقذ البنت منهم. وبيخلص عليهم بطريقة وحشة ومرعبة جدا، وبتشوف البنت كل اللي بيحصل ومبتكونش مصدقة نفسها، وبتلاقي نفسها فجأة مش خايفة منه وبتخاطر يعني معاه بعقلها وهي واقفة. وبتوصل كده قابل مكانها وبتلاقيها أخيرا، وبتقرب من الوحش وهي مش واخدة بالها، وبتصدم من شكله وبتحاول تستوعب بسرعة وتتصرف، وبتاخد البنت اللي بعيدة عشان بتخاف عليها، وبتقرر تسيب الوحش من غير ما تقول عن مكانه لأنها بتعرف إن هو العالم. وبيوصل كايل بالقارب وبيساعدهم عشان يركبوا،
وبتبص أبي وراها وبتفضل ساكتة خالص وبتكرر ما تحكيش لكايل، وفي نفس الوقت بيقوم كده العمدة من نومه وبيلاقي مراته قاعدة وبتعيط وبتقول إنها مش قادرة تتخطى موت بنتهم، وفجأة بيكتشف إن بنتهم نايمة جوه في الأوضة بتاعتها ومحدش منهم بيكون عارف إن دي قوة الظلام وإن بنتهم ما بقتش موجودة. وفي الآخر بتحاول أبي تتكلم مع البنت وبتعرف منها الحقيقة وبتتأكد إن الوحش يبقى العالم نفسه اللي هي بتدور عليه، وبتفكر هتعمل إيه وهتساعده إزاي، وبيقعد الوحش في مكانه وبيحاول يتقبل شكله الجديد والمخيف. وبتخلص حلقتنا على كده النهاردة، أشوفك بقى في الحلقة الجديدة، سلام يا صاحبي.